انا دكتور سلمى الخولي، خدت هنا كورس مع فيوتشر فيجن. الكورس حلو قوي قوي، هو بيبقى كل حاجه بتبقى موجوده ان ديتيل، من شرح الدكتور للهاندز اون على البيشنت، وكمان الدكتور بيشرح بطريقه وسكيلز عاليه جدا. انا الدكتور علاء تحسين سليمان من الاردن، قدمت دوره التجميل في فيوتشر فيجن اكاديمي في مصر، فعلا كانت رائعة جدا. أنا دكتور منى، جيت فيوتشر فيجن أكاديمي مع دكتور محمد حبيب، خدنا كورس التجميل الغير جراحي. أنا دكتور أحمد الشناوي، وكنت حابب أشكر FVT، خدت الكورس معاهم وكان في مميزات كتيرة جدا الصراحة. أولا أنا حابب أشكر دكتور محمد حبيب لأن الصراحة فيه مميزات كتيرة جدا. أنا إيمان كرد من فلسطين، جيت أخدت الكورس الطب التجميلي بأكاديمية فيوتشر فيجن، بصراحة كتير استفدت. انا دكتور احمد ياسر، كورس جميل جدا، بقى شامل حاجات كتيره جدا، الشرح ممتاز وعدد الحالات كتيره. بجد انا اتبسطت واستفدت كتير قوي، وكمان اميز حاجه ان انا باخد الكورس بعد 5 ايام واقدر اطبق عملي، وكمان انزل اشتغل بيشنت بنفسي. انا اتعلمت النظري والعملي مع الدكتور محمد حبيب. الكادر الوظيفي للفيوتشر اكاديمي كان فعلا رائع، كان منظم جدا البراكتيكال العملي. دكتور محمد دكتور ممتاز، يعني اشتغلنا على حالات كافيه. العملي كان ممتاز، النظري بيوصل المعلومه بسهوله جدا، اكاديمي ممتازه في التعامل. دكتور محمد بيوصل المعلومه بطريقه سهله وسلسه، خصوصا في العملي. الدكتور بيشتغل ويورينا نشتغل ازاي، واشتغلنا بايدينا، اشتغلنا الحالات. العملي كان شغل كافي، يكفي ان انا ادخل المجال بتمكن ان شاء الله. اول حاجه ان هو لما بيجي يشرح اي موضوع هو بياخده من زيرو لحد ما بيوصل لانك انت تبقى اكسبرت فيه. ومن اكتر حاجات فعلا اللي حبيتها الجزء بتاع الهاندز اون، كنت مقلق جامد ان يعني مش كل الناس ان هي تقدر تعمل هاندز اون. لا، احنا عملنا هاندز اون وعلى حالات مختلفه وتنوع كبير جدا في الحالات، ودي كان من اكتر حاجات. دكتور محمد ما قصر معانا خالص، بيعطي معلومات في تطبيق عملي. اشتغلنا بوتكس وفيلر وثريدز وميزو سيرابي وبلازما، عن اللازمة كله بيبقى فيه عدد حالات كافية انك تشوف وانك تعرف ايه السايد افكت اللي ممكن تحصل لك، بتبقى شامل كل حاجة وتقدر بعد الكورس تشتغل على طول. بالنسبة للبيشنتس برضو احنا بنشتغل، بالنسبة للبوتوكس كان في كذا بيشنت واشتغلنا كل حاجة يعني in details، وكمان في الثيردز برضو نفس الكلام. وبالنسبة للفيلر، الفيلر طبعا يعني details اكتر، اشتغلنا كل الديتيلز، الدكتور كان موفر لنا حاجة زي كده، وهنا برضو في المكان هنا برضو كانوا موفرين كل البيشنت، يعني هتستفيده. كانت جميع الدورات اللي أخذناها في هاي الأكاديمية فعلا أعطتنا حافز عملي في عياداتنا اللي في الأردن، وشكرا كثير للجميع. ونصيحة لأي حد إن يجرب الكورس مع دكتور محمد حنيه في فيوتشر فيجن أكاديمي. ومن ضمن برضو المميزات اللي أنا استفدت بيها هنا إن كان الوقت كافي، يعني 5 أيام ده كان وقت كافي. والحاجه كمان الحلوه ان الفيديوهات اوريدي بتتسجل من الجزء النظري والجزء العملي، ونقدر ان احنا نستفاد فيها بعدين، وربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله. بنصح اي حدا حابب يطور نفسه في مجال الطب التجميلي ياخد كورس في اكاديميه فيوتشر فيجن. بتشتغل بايدك كتير، هنا كله بيساعدك، جميل جدا الكورس.